فجاءوا عند الشيخ ابن عثيمين وكان في يعني مسجده وفي درسه وأكثروا عليه يا شيخ المنكرات يا شيخ يا شيخ. بعدين قام واحد ومتحمس جدا والشيخ خلص سكر الكتاب الناس طلاب علم كتاب لكن سكر الكتاب الشيخ سكرنا والشيخ خلاه 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 يتكلم وهذا هايج يعني إلى متى كيف تسكتون كيف تكتمون العلم كيف تكتمون أمركم الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر المنكرات ضجت والبنوك الربا وكذا وكذا كلام كثير إلى متى تسكتون. إلى أن هدأ الشيخ ولا كلمة يا أخوان. الله أكبر رحمة الله عليه رحمة واسعة. خلاه 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 لما فرغ البطارية كلها يوم انتهى الشيخ قال خلصت بهدوء قال نعم نعم خلصت. قال بسألك سؤال. الشيخ يقول له أبسألك سؤال قال له كيف عرفت أننا لم ننكر؟ الله أكبر فعلا ها لو في عقل لو في. قال له كيف عرفت أنه ما أنكرنا وما رحنا وما قلنا كيف عرفت كيف عرفت؟ قال لنا المنكر. قال لا لا تعلمني كيف عرفت. هل تستطيع تجزم أني أنا ما رحت؟ كيف تعرف أني أنا ما رحت أو أن إخواني المشايخ الآخرين ما رحوا؟ كيف تعرف؟ لو في عقل كان مفروض يذبح نفسه هذا. لو في حياة مفروض يذبح نفسه حقيقة. كيف اتهمت العلماء كلهم؟ أسهل من التهمة يا إخوان ما في. كيف اتهمت المشايخ والعلماء كلهم؟ الشيخ عبد العزيز مشايخ كبار كيف اتهمتهم أنهم لم ينكروا؟ قال له على كل أقعد أقعد. كان واقف قال له أقعد هديت أقعد. قال لا والله رحنا. قال لكن احنا إذا رحنا ما نرجع لجينا المسجد وصعدنا المنبر نقول يا أيها الناس إني قد ذهبت إلى الأمير وأنكرت عليه واحد اثنين. قال لا والله ما احنا من هذا النوع. ما احنا من هذا. نسر حنا نروح ونكلمهم بيننا وبينهم إن سمعوا فذاك وإن لم يسمعوا فقد أدينا الذي وما نبي نعلن. قال ولا احنا راح. وقال له أذكرك قال جاء الناس وأكثروا على أسامة سبب بن زيد. أما ترى ما فعل عثمان؟ يعني كلهم جو يبي يطلعون يبون واحد يقود الثورة ضد عثمان من الصحابة. فجاءوا عند أسامة بن زيد قالوا هذا مقدور عليه يمكن هكذا فكروا. لكن الصحابة يا أخوان قالوا تعال شوف عثمان فعل كذا عين الأقارب عين مدري من وسوى كذا وسوى كذا. عثمان لما تنكر عليه؟ إلى متى ما تنكرون عليه؟ قالوا وش دراكم أنه ما أنكرنا عليه؟ نفس الكلمة ذكره بها. قال أو كلما دخلنا على عثمان وتناصحنا وإياه نأتي إليكم ونخبركم بذاك. لماذا؟ يلا يلا طردهم أسامة بن زيد. فالشاهد يا أخوان يعني إحنا نقول هكذا الإنكار. الإنكار عندنا فيه أسلوب ووسيلة. ما تروح تحمل السيف وتنكر تقول أنا بننكر. لا لا تنكر ويتولد من الشر منكرا أعظم. ما سويت شيء. لا ما ينفع.